بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في لبنان، نظمت جمعية العناية الصحية للتنمية المجتمعية الشاملة وباقي أعضاء الشبكة اللبنانية للجمعيات العاملة على السيدة لانا لقاءً تشاورياً ضمن إطار برنامج ندوم معاً من أجل التغيير، الممول من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا. شو أهمية هالندوة اليوم؟ نعم، الحقيقة صرنا زمان كتير ما رجعنا حطينا موضوع الـ HIV أو الإصابة بفيروس نقص المناعة على الطاولة. بقى هيدي مناسبة جمعنا فيها كل المؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية ونقابات كمان معنية بهالموضوع ورجال دين وغيرهم، لحتى نرجع نحكي عن التحديات يلي عم بعيشها الشخص يلي عنده HIV بلبنان. كان تحديات تيوصل للخدمات، كان تحديات تيحافظ على موقعه بالعمل أو لحتى يوصل لوظيفة معنية، يعني تحديات تانية كمان بيانت كلها بالمقررات هيدا النهار. بعد في هالتحديات موجودة بنسبة كبيرة بلبنان، يعني بعد ما انحلت هالأمور؟ ايه ما رح تنحل، لأنه دايما عم ضلنا رابطين موضوع الـ HIV بالثقافة وبالعادات والتقاليد، والأشخاص يلي عم ينصابوا بالـ HIV أصلا سلوكياتهم ووضعهم الاجتماعي ووضعهم يعني مش مقبولين اجتماعيا كمان، هيدا الشيء عم بزيد الوضع بؤسا إذا فينا نقول. مشان هيك بعدنا لليوم الأشخاص اللي عندهم HIV بيحصلوا على وصم وتمييز بمكان العمل، بمكان إقامتهم، بين رفقاتهم، حتى إذا مثلا بالجامعة، بأي مكان معين، حتى بالسجن. مشان هيك بالمقررات اليوم في توصيات بالسجن بدنا نغيرها، في توصيات على مستوى العمل وزارة العمل المعنية، في توصيات بوزارة الصحة لازم تكون لحتى كمان كل أصحاب المهن ما يعملوا بقى تمييز تجاه هيدول الأشخاص. رح نحكي كمان عن التغطية الصحية الشاملة لهالأشخاص وغيرهم كمان، لأنه التغطية الشاملة نحن ما عم نميز، يعني خاصة عم نحكي عن قوانين عم نحط ريكومنديشنز، عم نحط توصيات ما عم تكون خاصة للأشخاص المتعايشين، لا، لأنه الشغلة اللي بيعانوا منها كمان في غير أشخاص بيعانوا منها. إذا حليناها لكل الناس بلبنان هن من بين هيدول الأشخاص كمان. ليش هيك شوي همدت قصته هالمعاد مخيف للمجتمع؟ هو اصلا منه مخيف للمجتمع، كانوا يصوروا انه مخيف. الـ HIV هو عدوى مثل ما كلنا بنعرف، صرنا الى زمان، الى اكثر من شيء 35 سنه، وصار هلا الى علاجات كثير، اكيد منا علاجات نهائيه ولا كان في عندها علاجات فعاله. ممكن الواحد ياخذ العلاج باستمرار ما يعود يعدي، حتى مثل ما كنا عم نحكي هلا بهذا المؤتمر، ممكن المرأة الحامل تكون حاملة HIV وما تجيب ولد صحيح. هلا ليه خمدت المسألة؟ هي ما خمدت، نحن بالعكس هلا عم نعمل أشياء وخدمات أكثر بكثير من الأول. يعني أول شيء العلاج المجاني اللي هو موجود بوزارة الصحة واللي مثل ما قلت لك فعال جدا. عندنا علاجات إذا 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 شخص تعرض للـ HIV، هو ما إنه عنده HIV وتعرض، نعطيه علاج ببطل ينصاب. في عنا علاجات إذا بياخدها الواحد حتى قبل ما ينصاب أو قبل ما يتعرض، ساعتها ما بياخد الـ HIV. إلى ذلك من طرق أخرى نحن منتبعها لحتى نحمي نفسنا ونحمي العالم من الـ HIV. هلأ ليه خمدت القصة؟ هي ما خمدت مثل ما قلنا بالأول، لأنه الوضع هلأ الوضع اللبناني أو وضع الإقليمي والدولي صار عنده يعني أولويات كتير قبل، يعني تخطط الـ HIV هلا، لأنه الـ HIV مثل ما قلنا صار عنده مواد بنقدر نسيطر عليه فيها. خلق الكورونا، خلق حتى هلا الإنفلونزا الجديدة، أمراض كتير جديدة كمان بدها تاخذ البرايورتي، بدها تاخذ الأولويات. هو بعده الـ HIV بالسلم تبع الأولويات، ولكن تراجع شوي لورا. كمان نحن صرنا نعتبر هلا الـ HIV منه مرض، يعني هلا طلع ولازم نطلع عليه هلا ونلاقي له حلول. هلا الـ HIV صار بنحطه كرونيك ديزيز او مثل الامراض المزمنه، لانه صار الانسان بيعيش عادي، بياخذ دواء بيعيش عادي.
مثل اللي عنده داء السكري او امراض القلب او امراض الكليه او شيء بياخذ دواء طول عمره، وهذا بياخذ دواء طول عمره وضله عايش. ممكن بعدين اذا اجته الوفاه يكون السبب تبع الوفاه غير الاتش اي في. سو كلها اشياء مترابطه جعلت الزخم بالاتش اي في بالميديا ينخفض. ولكن مثل ما شايف هون انت هلا بهذا المؤتمر، عندك مجموعه من الجمعيات الاهليه لا يستهان بها، عندك وزارات هون، عندك امم متحده، كلياتنا عم نشتغل على الاتش اي في، وكلياتنا هيدي المجموعه الصغيره اللي شايفها هون هي كلياتها عندها مجموعات كتير كبيره وكلهم عم يشتغلوا اتش اي في. يهدف برنامج ندوم الذي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه سنة 2019 إلى تسريع وتيرة العمل من أجل استدامة وتحسين الخدمات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشري مقدمة للأشخاص الأكثر عرضة للفيروس، ويتم تنفيذه في كل من مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس. وقد تم عرض أبرز إنجازات ونتائج دراسات المشروع على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى مناقشة التوصيات الصادرة ومشاركة خطوات البرنامج اللاحقة. برنامج ندوم معا نحو التغيير هو برنامج عم تنفذه جمعية العناية الصحية بالتعاون والتشارك مع جمعيات اللانا أو الشبكة اللبنانية للجمعيات العاملة بمجال السيدا، وهي بتهدف لاستدامة خدمات فيروس نقص المناعة البشري بمنطقة بلبنان وبمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بدي بس شوية تفاصيل كيف عم تتعاطوا مع المتعايشين مع المرض، يعني شو بيصير بالبرنامج؟ إذا عندكم كونتاكت معهم دايركتلي، أما بس بتشتغلوا قانونيا صحيا؟ أوكي. هلأ نحن بجمعية العناية الصحية عنا مركزين وعنا برنامج خاص لمرافقة ولمتابعة الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري، ونحن كتير بنشتغل مع ومن أجل الفئات الأكثر تهويشا، منهم اللي هن بيتعرضوا كتير لانتهاكات لحقوقهم بسبب إن كان المجتمع أو لما يكونوا عم يتلقوا أي خدمة من مركز صحي أو مركز اجتماعي أو من المجتمع. فنحن كتير بنحرص أن نكون عم نشتغل مع هالأشخاص ومن أجل هالأشخاص لحتى نكون عم نحميلهم حقوقهم. الدراسة اللي شرحت عنها كانت عن السوشيال والفاينانشال باريرز يلي عم بيواجهون الأشخاص يلي عم بيعيشوا مع الاتش اي في، والأشخاص يلي هن مهمشين على طبيعة الحال من وراء السكشوال ايدنتيتي تبعهم. الأهم النتائج فرجوا أنه هؤلاء الأشخاص بحاجة لخدمات كتيرة، وهؤلاء الخدمات منا موجودة إلا من خلال الجمعيات يلي عم تعطيهم هالسبورت اللازم. فتخيل إذا هؤلاء الجمعيات منا موجودين شو بيصير. كتير مهم أنه نركز على موضوع الفوندينج، لأنه التمويل عم بتقل، وأكيد الجمعيات عم يعملوا مستحيل يساعدوا هؤلاء الأشخاص، لأنه لولا وجود هالخدمات هؤلاء الأشخاص كتير مهمشين بمجتمعهم وما بيعرفوا عن حالهم أساساً هن شو الميول الجنسية اللي عندهم إياها، خوفاً عن التهمش والديسكريميناشن والستيغما اللي رح يعيشون. فكتير مهم أنه نركز على هذا الموضوع ونشوف كيف بدنا نعطي الخدمات اللازمة لهؤلاء الأشخاص. يعني حضرتك الفوكل بوينت الاتش اي في بوزارة العمل، خليني هيك أخذ منك فكرة شو عم تعمل الوزارة بهذا الموضوع، وشو أهمية هيك ندوة اليوم عم نشوفها وعم تشارك فيها حضرتك؟ خليني أقول لك، وزارة العمل يمكن هي الوزارات القليلة بالعالم اللي اشتغلت على الـ HIV في مكان العمل، ونشغل على يعني مؤخرا على الفحوصات الإلزامية للعمال الأجانب، وكان من زمان موجود هذا الفحص إلزامي، هلأ ما بقى في إلزامي بالإضافة لبعض الفحوصات الأخرى اللي التغيت، ما بقى في إلا فحص إلزامي للعامل الأجنبي اللي جاي على لبنان، هو فحص السل وصورة الرواية للسل. هذا من المبدأ العام. المبدأ الثاني هو نعمل دراسة من قبل وزارة العمل بأوائل الفترة اللي كان فيه الـ HIV أو السيدة كان تابو، كان عنا مشكلة بالوعي بالعمال، كان إذا في شي واحد مش بالمعمل إذا كان بالضيعة في واحد عنده HIV كانوا يهربوا منه. وشغلت كتير وزارة العمل هذا الموضوع، أنه السيدة في مكان العمل غير معدي،
ولحتى تقنع العالم او يعني الزملاء والموظفين او العمال لحتى انه هذا الشخص غير معدي اخذ منه وقت كتير. بس مش الحال، صار في وعي على مستوى المجتمع بحد ذاته غير على مستوى العمال واصحاب العمل. هذا بالعموم اكيد بالقوانين نحن ما عملنا شيء، لانه اذا فتنا بقانون لحمايه او ل يعني لحتى نغلف موضوع السيدة ومكان العمل، كأنه عم نعمل نحن نوع من discrimination كنوع من سو خليناها الأمور كما هي، لأنه القانون العمل بيحمي أي مريض، سو خلينا ضل بما فيهن السيدة يعني والأمراض الأخرى. سو ما في حدا يفصل عامل بسبب سيدة أو مرض آخر، لأنه القانون العمل بيحميه لهالعامل. شو علاقة المخدرات مع مريض السيدة، أو مش ضروري يكون في علاقة بيناتهم؟ إيه مرحبا. أول شيء أهمية هالندوة إنه نحن اليوم عم نعيش بعالم ظالم، في ناس عم بيتعرضوا للظلم من وراء التمييز بسبب هويتهم الجنسية أو بسبب أوضاع تانية عم بيعيشوها. هيدا اللقاء اليوم أو الدراسات اللي انعملت لو وصلنا لهذا اللقاء اليوم عم بتساهم بأنها تخفف أو تلفت النظر لترفع الظلم. رح يكون في توصيات بآخر النهار إلى علاقة ببعض القوانين، إلى علاقة ببعض الوزارات، وبذات الوقت إلى علاقة بالمجتمع. للأسف نحن بهالأيام السوداء اللي عم بعيشها لبنان، يعني كمان منشوف أنه الشعب اللبناني كله عم بعيش بظلم، ولكن الفئات اللي أكثر عرضة، الفئات اللي مهمشة، هي بالآخر شيء على لائحة الأولويات يعني للحكومات ولغيرهم كمان. على مستوى العلاقة بين تعاطي المخدرات والسيدة، يعني إذا بحكيك بالمنطقة العربية، أول سبب لانتشار الأيدز هو العلاقات الجنسية غير المحمية، تاني سبب بيجي هو المشاركة بالحقن. فمن هون هلأ الحمد لله نحن بلبنان بمبادرة من بدايات جمعية العناية الصحية بالماضي، يعني لما بلشنا نوزع حقن كحد كبرنامج للحد من مخاطر استخدام المخدرات، قدرنا نوصل باعتراف وزارة الصحة اليوم أنه عنا صارنا شي 6-7 سنين ما عنا ولا إصابة جديدة بين مستخدمين مخدرات بالحقن. ولكن هذا ما بيمنع أنه لازم نكفي الجهود مرها لحتى لنقدر نقضي نهائيا على هذه الطريقه بالانتشار. وياريت يبطلوا يتناولوا المخدرات وما ياخذوا الحق. للاسف يعني المخدرات موجوده بكل دول العالم يعني، وهذا الشيء يعني بده جهد كبير، حتى يعني مع انه القوى الامنيه عم بتقوم بجهد، وكل مره بنشوف كيف عم يتعرضوا هن لمخاطر، ولكن ما حدا قادر باي بلد يوقف يعني المخدرات للاسف. اولا احد العوائق الاساسيه هي انه نحن ما عندنا قانون بيحمي من التمييز للاشخاص من الاتش اي في وغير الاتش اي في. كل الاشخاص اللي عندهم خصائص يجب أن تكون محمية، إن كان على أسس العرق، على اللون، الهوية الجندرية، الميول الجنسي. فإحدى العوائق ونحن ما عندنا نص بيحمي هؤلاء الأشخاص من الانتهاكات اللي ممكن يتعرضوا لها على كافة الأصعد والخدمات اللي ممكن يخدوها وحقوقهم. اثنين، أكثر من هيك، نحن عندنا قوانين بتجرم وبتميز تجاه هؤلاء الأشخاص ومنهم الأشخاص المتعايشين، يلي مثلا عندنا المادة 534 اللي هي بتجرم المثلية وبتجرم العابرين والعابرين والعابرات جنسيا. وبطبيعة الحال هذا الشيء بيؤدي لعائق وين بدهم نروح على القضاء او بدهم ياخذوا خدمه معينه، بيكون في خوف لانه بيكون هن مدعين، بيصير مدعي عليهم فبيخافوا يروحوا ياخذوا حقوقهم او خدمات بهذا المحل. كمان من الامور اللي هي عوائق قانونيه انه نحن ما عندنا سياسات حمائية واستراتيجيات وطنية بتحمي هؤلاء الأشخاص. يعني الحكومات لازم يكون في عندهم هذه الخطة الاستراتيجية حتى تكون واعية على التحديات والعوائق، أو تعمل استراتيجية، أو يكون في عندنا هيكلية وطنية، هيئة بادي يعني لحتى تحميهم. كمان لا يوجد هذا الأمر، وهنا وهذا الأكيد بيؤدي لإشكاليات عديدة، من إشكاليات الوصم والتمييز الاجتماعي، خوف من واحد ياخذ حقه، من التقاضي. فهذه هي الأسس يعني الأساسيات اللي عرضناهم. هلأ دار الأمل مشاركة ضمن مشروع جلوبال فند اللي بيعنى بتقديم الخدمات وتحسين الخدمات للفئات المفتاحية
وكوننا نحن منشتغل مع فئة متضررة بشكل أساسي من مخاطر الـ HIV، من الوصمة والتمييز، من الانتهاكات لحقوق الإنسان، فنحن كان عندنا بارت بهذا المشروع، مجموعة من الأنشطة عم ننفذها. ومن بين الأنشطة كان في سابقا تحضير لبيان باسم الكي بوبوليشن نفسهم أو الفئات المفتاحية نفسهم والمؤسسات الداعمة لهم. واليوم كان في سبق أو صار في دورة لممثلين عن الفئات المفتاحية، اشتغلوا على كتابة هالبيان، طلعوا احتياجاتهم ودربوا على الادفوكاسي والمناصرة للحقوق. اليوم من بعد ما طلع البيان عم بيتم بهالنهار نقاش التوصيات مع مجموعة من الجهات المعنية، ونحن كمان بارت منه. وقد شملت التوصيات كافة الجهات المتعلقة بالموضوع كالمجلس النيابي والحكومة ووزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة الإعلام ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل والقضاء ووزارة الداخلية وتلك المتعلقة بالجمعيات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية وشركات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والنقابات المهنية وأيضاً تلك المتعلقة بالقادة الدينيين.